أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات تعلم اللغة الإنجليزية من ترجمة معاني سور القرآن الكريم. والنهاردة إن شاء الله معانا ترجمة معاني سورة الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سيد كامل MSK من قناة يلا إنجليزي، اللي مهتمة بتعليم اللغة الإنجليزية من البداية. ومعانا سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من القرآن، واللي فيها بنحاول نترجم معاني سور القرآن الكريم، وعن طريق ترجمة معاني سور القرآن الكريم بنحاول نطلع الكلمات والقواعد اللي ممكن نستخدمها في الكلام بتاعنا أو الكتابة بتاعتنا. وإن شاء الله النهاردة زي ما قلنا معانا ترجمة معاني سورة الشمس. وطبعا ما تنساش إن أنت تجيب ورقة وقلم وتسجل الكلام اللي موجود في الفيديو وتسمعه أكتر من مرة، وتحاول تحط الكلمات دي في جمل من عندك وتطلع المعنى من القاموس وتتمرن على الكلمات دي أكتر من مرة. وطبعا لو أنت مش مشترك في القناة بننصحك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وكمان تعمل لايك وكومنت وشير على الفيديو، لأن كل الكلام ده بيدعمنا. ويلا بينا نبدأ. طبعا اول حاجه بنترجمها بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما احنا قلناها اكتر من مره، in the name of Allah the most gracious the most merciful، in the name of Allah the most gracious the most merciful، او ممكن نقول in the name of Allah the entirely merciful the especially merciful، the entirely merciful the especially merciful. وخلي بالك ان احنا علقنا الموضوع ده قبل كده وقلنا ان كلمه most gracious او most merciful، وكلمه most دي صيغه مقارنه، الافضل من التفضيل، يعني عايز اقول the most expensive الاغلى على الاطلاق، the most beautiful الاجمل على الاطلاق، ف the most gracious the most merciful يعني الرحمن الرحيم، يعني الاكثر رحمه. وقلنا برضو ان انا ممكن اقول the entirely merciful the especially merciful، entirely merciful اللي هو الرحمن رحمه عامه، اما especially merciful معناها الرحمن رحمه الخاصه بالمؤمنين. والشمس وضحاها، I swear by the sun and its broad light، I swear by the sun and its broad light، I swear by the sun and its broad light. أو ممكن بدل ما أقول broad light أقولها brightness أو morning shine. I swear by the sun and its broad light أو and its brightness أو and its morning shine. I swear by the sun and its broad light, brightness أو morning shine. I ضمير عائد على الله عز وجل، swear يعني يحلف أو يقسم، by be the sun الشمس and where its broad light يعني الضوء الواسع او المنتشر اللي هو الضحى، او brightness اللي هو اللمعان، او morning shine اللي هو الضوء او اللمعان بتاعها في الصبح اللي هو الضحى. والشمس وضحى. نبدا كلمه كلمه. قلنا كلمه I ضمير عائد على الله عز وجل، وكلمه I عموما في كل ما تكتبها او ما تلاقيها هتلاقيها capital letter معناها انا. swear معناها يقسم او يحلف، والفعل ده فعل غير منتظم والتصريف في التاني بتاعه swore sworn. I swore I have sworn، يعني swore sworn فعل غير منتظم معناه يقسم او يحلف. وكمان ممكن تيجي منه كلمه swear word يعني شتيمه، لفظ مش كويس يعني. كلمة باي كان ليها نصيب الأسد معانا بقالها كام حلقة، إن إحنا دايماً بنترجمها وبندي عليها أمثلة كتيرة، والنهاردة هنضيف عليها بعض المعاني. قلنا قبل كده إن كلمة باي ممكن تيجي بمعنى زي ما مكتوب على الشاشة قدامك القسم، والشمس باي ذا سن، أو ممكن تيجي بمعنى بجوار بجانب باي ذا ويندو، أو ممكن تيجي بواسطة فلان ذا فود واز ميد باي مام، هنا ده مبني المجهول فقلت بواسطة كذا، أو I got school by car بواسطة كذا. ودي كل المعاني اللي خدناها قبل كده. لكن ممكن كمان استخدم كلمة باي بمعنى أثناء، فلو قلت باي داي يعني أثناء اليوم، باي نايت يعني أثناء الليل، باي داي أثناء اليوم، وباي نايت يعني أثناء الليل. في تعبير كمان تاني ممكن أحط فيه كلمة باي اللي هو باي أول مينز، باي أول مينز، وباي أول مينز معناها أوف كورس يعني بالطبع، باي أول مينز يعني بالطبع أوف كورس. ومعانا كمان تعبير تاني اسمه باي أند لارج، باي أند لارج. By and large يعني generally يعني عموما. By and large I don't like fruit يعني in general أو generally أنا مش بحب الفاكهة. By and large يعني على العموم. وآخر تعبير معانا مع كلمة by، by and by، by and by، by and by، by and by، وby and by يعني eventually يعني في النهاية. I went to school by and by يعني أنا في النهاية رحت المدرسة. By and by. يبقى كده كلمة باي ضفنا عليها أكتر من معنى النهاردة، زي كلمة أثناء باي نايت باي داي، وضفنا أكتر من تعبير باي أول مينز يعني أوف كورس،
by and by يعني في النهاية، وقلنا by and large يعني عموما. بعد كده معانا كلمة الشمس the sun، sun يعني شمس، والصفة منها sunny، sunny يعني مشمس، the sun اللي هو الشمس. وخلي بالك في الانجليش بنحط أداة التعريف the مع الحاجات الفريدة من نوعها زي the sun، the sky، the stars، the moon. بعد كده كلمة its، وبرضو اتكلمنا عنها أكتر من مرة بس نفكر بيها. احنا عندنا كلمة its دي ضمير الملكية أو صفة الملكية بتاعت غير العقل. لو قلت the cat is cleaning its tail يعني القطة بتنظف ديلها its tail، فهنا بنقول في الآية I swear by the sun and its its من غير apostrophe its ملكية غير العقل. وتفرق بينها وما بين it apostrophe s اللي هي اختصار it is أو it has. فلو قلت it's a cat يعني هنا قصدي أقول دي قطة، it's got a tail يعني it has got a tail يعني هي عندها ديل. ولو قلت it's cleaning its tail it's الأولانية it is والتانية it's tail اللي هو ديلها، يبقى خلي بالك ان it's بالأبوستروفي اس اللي هي اختصار it is أو it has، أما it's من غير أبوستروفي اس اللي هي ملكية غير العقل. معنا كلمة broad light، وعندنا هنا كلمتين، كلمة broad معناها واسع والفعل منها broaden 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 يعني يوسع، يبقى broad واسع، broaden يعني يوسع، وجاي منها broaden your mind وسع مخك شوية أو وسع الأفق بتاعك، أو broaden your horizon broaden your horizon يعني وسع الأفق أو وسع طريق تفكيرك، يبقى broad واسع، broaden يوسع، broaden your horizon أو broaden your mind وسع تفكيرك أو خليك واسع الأفق. light معناها ضوء أو مصباح أو لمبة، light ضوء مصباح أو لمبة، ولو جت بمعنى الضوء يبقى هنا دي uncountable uncountable يعني اسم لا يعد، أما لو جت count اما لو جت بمعنى مصباح او لمبه هتبقى countable وينفع احط قدامها a او an او ينفع اجمعها بمعنى. شوف المثالين دول there is a lot of light here there is a lot of light here يعني في ضوء كتير جدا هنا there is a lot of light، ما قلتش a lot of lights انا قصدي الضوء يبقى ما جمعتوش واستخدمت معاه is. اما لو عايز اقول انا عايز اركب لمبه هنا هقول I want to fix a light here I want to fix a light here انا عاوز اركب لمبه هنا او مصباح هنا. ولو عايز تجمعها تقولها I want to fix some lights here عايز اثبت بعض المصابيح او بعض اللمب هنا، يبقى light a light light ضوء و a light معناها مصباح او لمبه. وكان معانا كلمتين تانيين فسرنا بيهم او ترجمنا بيهم معنى كلمة الضحى اللي هو البرايتنس اللي هو الضوء او اللمعان، وكان معانا مورنينج شاين اللي هو الضوء بتاع الصباح او الضحى او الاضاءة. وترجمة الآية تاني هتبقى I swear by the sun and its broad light I swear by the sun and its brightness I swear by the sun and its morning shine والشمس وضحاها. اما الآية التانية والقمر اذا تلاها، وترجمة الآية هتبقى and the moon as it follows it 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 and و the moon اللي هو الأمر as إذا أو عندما follow أو follows بمعنى يتبع it ضمير عائد على الشمس والقمر إذا تلاها. وطبعا خلي بالك إن أنت عندك كلمة and معناها و للعطف، the moon اتفقنا إن أنا بحط ذا مع الأسماء الفريدة من نوعها فبقول the moon the sun the sky as عندما أو إذا it و it الأولانية دي عايدة على الأمر as it follows it it follows it يعني هو الآية معناها إن أنت لما الأمر بيتبع الشمس بيجي بعدها يعني. وطبعا في اتنين it في الآية فهو it الضمير غير العاقل فممكن نقول and the moon as it follows the sun كمان احنا قلنا the sun قبل كده فهنحط ضمير عليها. معنى كلمة follow follow معناها يتبع follow يتبع، وجاي منها الاسم follower follower يعني متابع يعني انت دلوقتي بتتفرج عليا you are one of the followers انت احد المتابعين followers متابعين. اما كلمة follow follow يعني follow هتبقى follow معناها تابع تابع او صاحب follow صاحب او تابع follow يتبع follower متابع follow يعني تابع أو صاحب. أما كلمة following the following يعني التالي اللي جاي the following week يعني الأسبوع اللي جاي follow following following يعني التالي أو القادم. يبقى ترجمة الآية تاني and the moon as it follows it والقمر إذا تلاها. الآية التالتة معانا والنهار إذا جلاها، وترجمة الآية and the day as it unveils it and the day as it unveils it
and the day as it unveils it and the day as it unveils it and where the day اللي هو النهار as إذا unveil يعني يجلي أو يظهر it ضمير غير عاقل عائد على الشمس أو في بعض التفسيرات قالت إنه عائد على الأرض والنهار إذا جلاها unveil يعني يظهر. ممكن أبدل كلمة unveil بأكتر من كلمة، ممكن أقولها and the day as it shows it أو أقول and the day as it displays it and the day as it reveals it. يبقى أنا ممكن أقولها unveil أو reveal أو أقولها display أو أقولها show، كل كلمة معناها يظهر. والنهار إذا جلاها and the day as it unveils it أو and the day as it reveals it أو and the day as it displays it أو shows it. وخلي بالك إن الأفعال دي كلها جاء عليها حرف الأس علشان معانا ضمير أو ضمير المفرد الغائب اللي هو it. It shows, it reveals, it displays, it shows. لأننا عارفين دايما في present simple لما بيكون الفاعل مفرد غائب بحط للفعل S. كلمة unveil دي جاية من كلمة veil. Unveil, veil. Veil يعني يحجب أو حجاب. Veil يعني يحجب أو حجاب. والعكس بتاعها unveil يعني يظهر. كلمة show زي ما احنا عارفين برضو تعرضنا للكلمة دي قبل كده إن هي فعل غير منتظم التصريف التاني بتاعه showed بالإي دي، أما التصريف التالت shown. I show, I showed, I have shown. يبقى كده show الماضي showed التصريف التالت shown. بعد كده معنا كلمة reveal، قلنا reveal برضو معناها يظهر. وكلمة display وdisplay معناها يعرض. ولو قلت on display يعني هو دلوقتي معروض. On display يعني معروض. وترجمت الآية تاني and the day as it unveils it أو as it reveals it أو as it shows it أو as it displays it والنهار إذا جلاها. أما الآية بعد كده والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها وترجمت الآية تبقى and by the night when it covers أو conceals it and by the night when it covers it and by the night when it covers it والليل إذا يغشاها and by the night when it covers it and يعني و the night اللي هو الليل when أو as إذا covers يعني يغطي it ضمير عائد على الشمس. ممكن أقولها conceal cover أو conceal. conceal يعني يغطي أو يستر. يبقى أقول and the night when it covers أو conceals it. وكلمة cover زي ما خدنا قبل كده ممكن يكون معناها يغطي أو غطاء. يغطي أو غطاء والاسم منها coverage. coverage والكفرج دي يعني تغطية، ممكن تجي معنا تغطية صحفية مثلا. وكلمة conceal زي ما قلنا conceal معناها يخفي. and the night as it conceals it أو when it conceals it أو when it covers it والليل إذا يغشاها. أما الآية الخامسة والسماء وما بناها وترجمت الآية تبقى and by heaven and the one who built it and by heaven and the one who built it and by heaven and the one who built it and و by قسم heaven اللي هي السماء and the one الذي who built it وما بناها. ممكن كمان بدل ما أقول كلمة heaven أقولها the sky. heaven ممكن أقولها the sky and by the sky and the one who built it. وممكن بدل ما أقول built أقولها constructed. constructed وconstructed معناه ينشئ أو يبني. طيب كلمة heaven ممكن تيجي في الإنجليش بمعنى السماء أو تيجي بمعنى الجنة. هتبقى heaven معناها الجنة أو السماء. ولو قلت الصفة ديت heavenly 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 معناها سماوي. heavenly religion يعني دين سماوي. heavenly religion دين سماوي. وبتيجي في تعبير زي in seventh heaven. in seventh heaven وin seventh heaven يعني سعيد جدا. وممكن كمان تسمعها كتير قوي good heavens. good heavens معناها يا للسماء يا إلهي يا. أما كلمة sky فهتبقى معناها السماء. sky معناها السماء. وطبعا خلي بالك انت بتقول the sky يعني انت بتقول and by heaven لكن هتقولها and by the sky. heaven لكن اسمها the sky. وكلمة sky ممكن تلاقيها sky high بمعنى مرتفع جدا. فلو قلت the prices are sky high انت قصدك تقول اسعار مرتفعة جدا. وممكن كمان تلاقيها في كلمة skyscraper. skyscraper اللي هي معناها ناطحة سحاب. skyscrapers اللي هي ناطحات السحاب. معنى كلمة built وbuilt معناها يبني أو يشيد. والتصريف الثاني بتاعها built. built. build. built. I build. I built.
والتصريف الثالث كمان بيلت، اي هاف بيلت، او تجيب منها الاسم بطريقتين، يا اما تقول بيلدر بيلدر، وبيلدر معناها بناء، الراجل اللي بيشتغل في البناء، وممكن تحط اي ان جي وتبقى بيلدينج اللي هو البناء نفسه او التشييد او المبنى، بيلدينج بيلدينج اللي هو البناء، او ممكن تكون معناها مبنى، بيلدينج بيلد بيلدر بيلدينج. ممكن كمان تشيل كلمه بيلد وتحط مكانها كلمه كونستراكت، وكونستراكت معناها ينشئ او يبني او يشيد، والاسم منها كونستراكشن، كونستراكشن اللي هو الانشاء او التشييد، او ممكن تيجي معنا بناء برضو، والاسم منها كونستراكشن اللي هو التشييد او البناء او المبنى نفسه. وعندنا كمان لو حطينا او ار على الكلمه هتبقى كونستراكتور، كونستراكتور اللي هو الشخص اللي بيبني او الشركه اللي بتبني. وخلي بالك ان مع كلمه بيلد حطينا اي ار، لكن مع كلمه كونستراكت حطينا او ار، فاحنا بنعمل بالاي ار او الاو ار الاسم بتاع الشخص من الفعل، زي كلمه تيتش تبقى تيتشر، play تبقى player، build تبقى builder، لكن construct تبقى constructor. قبل كده كمان اتكلمنا على كلمة هو، وقلنا هو معناها الذي أو التي للعاقل، الذي أو التي للعاقل ممكن تيجي أداة استفهام بمعنى من. يبقى ترجمة الآية تاني، and by heaven or the sky and the one who built it أو who constructed it، والسماء وما بناها. الآية رقم 6، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، ومعنى كلمة طحاها يعني بسطها أو سواها. وترجمة الآية هتبقى and the earth and the one who spread it, and the earth and the one who spread it, and the earth and the one who spread it, and the earth and the one who spread it, and the earth and the one who spread it. And يعني و the earth اللي هو الأرض، ممكن أقولها land، and the one والذي who spread it يعني طحاها أو بسطها أو سواها. طبعا عندك كلمة earth خدناها قبل كده أكتر من مرة برضو، و earth معناها الأرض، earth معناها الأرض، حتى قلنا يعني تشبه كلمة أرض بالعربي earth أرض، يعني تقريبا نفس النطق. ممكن تيجي منها الصفة earthly، earthly معناها دنيوي، ممكن تيجي معنى مادي، دنيوي أو مادي. ممكن كمان تحط كلمة land، وكلمة land معناها أرض اللي هي مش بحر، يعني land I can see land over there، يعني ممكن أشوف أرض هناك أهي. كلمة land كمان ممكن يجي معناها يهبط، أو like the plane landed، the plane landed يعني الطائرة هبطت، يبقى ممكن تيجي معنا يهبط أو ممكن تيجي معنا الأرض. معنى كلمة spread، spread spread spread، ومعناها spread معناها يبسط أو يمد. ممكن تيجي معنا ينشر، وأقول spread awareness يعني ينشر الوعي، spread awareness يعني ينشر الوعي. يبقى ترجمة الآية تاني، and the earth and the one who spread it، والأرض وما طحاها. أما الآية بعد كده، ونفسي وما سواها، ترجمة الآية تبقى and by the inner self أو soul and he who formed it well، and by the inner self and he who formed it well، and by the inner self and he who formed it well، and by قسم تاني the inner self اللي هو النفس، inner self النفس، ممكن نحط مكانها كلمة soul، soul اللي هي النفس، and he who وما أو الذي formed it well، formed it well، formed it well يعني سواها أو خلقها في أحسن تقويم، ونفسي وما سواها، and the inner self، and the inner self أو soul and he who formed it well. أي معنى كلمة inner، وinner معناها داخلي، عكسها كلمة outer، inner outer، inner self نفس داخلية، outer outer يعني خارجي. كلمة self معناها نفس، وجمعها selves، self selves نفس أنفس، وداخلة في كلمات زي كلمة myself yourself اللي هي الضمائر المنعكسة، بنفسي أو بنفسك، yourself myself ourselves بنفسنا، يبقى self معناها نفس. وجاي منها كلمة selfish، selfish وselfish يعني أناني، selfish يعني أناني. معايا برضو بعض الصفات اللي داخلة فيها كلمة self، زي self confident، self confident يعني واثق من نفسه، ومعنا صفة تانية زي self centered، self centered يعني مغرور أو متمحور حوالين نفسه، self confident أو self centered. معنى كلمة soul، وsoul معناها روح، soul معناها روح. أما كلمة form، form معناها يسوي أو يشكل أو شكل، form form يشكل أو الشكل نفسه. will يعني بطريقة جيدة، and inner self
أو سو and he who formed it well ونفسه وما سواها. أما الآية رقم 8 فألهمها فجورها وتقواها and inspired it with discernment of its wickedness and its righteousness and inspired it with discernment of its wickedness and its righteousness and inspired it with discernment of its wickedness and its righteousness and و inspired يلهم أو يوحي it نفس with discernment discernment يعني التمييز of its wickedness الفجور and its righteousness اللي هو التقوى. معنى كلمة inspire inspire معناها يلهم أو يوحي يلهم أو يوحي وجاء منها inspiration inspiration اللي هو الإلهام أو الوحي. ولو قلت إن حد ده inspiring إن هو ملهم إنه بيشجعني وساعتها أنا هبقى inspired يعني ملهم أو تم تشجيعي يبقى inspire الفعل inspiration الاسم inspiring اللي هو المشجع حد مشجع أو محفز وinspired يعني ملهم أو مشجع. معنى كلمة discern وdiscern يميز يميز حاجة من حاجة مثلا أنت بتعمل كده عشان تميز حاجة من حاجة I can't discern مش قادر أميز discern والاسم منها discernment discernment discernment. معنى كلمة wickedness wickedness معناها الشر وكلمة wicked بس يعني شرير زي evil كده يبقى wickedness يعني شر wicked يعني شرير and its righteousness righteousness برضو خدناها أكثر من مرة ودي معناها التقوى. يبقى ترجمت الآية تاني and inspired it with discernment of its wickedness and its righteousness فألهمها فجورها وتقواها. أما الآية رقم 9 قد أفلح من زكاها وترجمت الآية بتقول surely successful is the one who has purified their soul surely successful is the one who has purified their soul surely بالتأكيد successful is the one قد أفلح who has purified their soul من زكاها surely successful is the one who has purified their soul. طبعا كلمة surely معناها بالتأكيد زي certainly. أما كلمة successful successful معناها ناجح ودي جاية من كلمة succeed succeed يعني ينجح succeed in ينجح فيه دايما وراها ing I succeeded in doing the task أو أقول I succeeded in the exam وراها ing أو noun وجاية منها success وsuccess معناها النجاح نفسه يبقى succeed ينجح success النجاح. الصفة successful successful وهنا حطينا ال F-U-L على success علشان أعمل الاسم زي hope hopeful help helpful use useful success successful وعندنا successfully successfully معناها بنجاح. ولو عايزين نفرق بين الأربع حاجات دول هنحطهم في أربع جمل ونشوف الفرق بينهم. he succeeded هو نجح ده فعل he successful هو ناجح ودي صفة his project was a success his project was a success يعني مشروعه كان حاجة ناجحة وهنا success يعني اسم. أو أقول success needs hard work النجاح محتاج عمل جد success needs hard work. أما الحال هنستخدمه بطريقتين يا إما أقول he achieved his goal successfully أو he successfully achieved his goal يعني ممكن تجي قبل الفعل أو ممكن تجي بعد المفعول قبل الفعل أو بعد المفعول he successfully achieved his goal أو أقول he achieved his goal successfully يبقى ده الفرق بين الأربع كلمات في أربع جمل succeed ينجح success النجاح نفسه وكمان successful يعني ناجح أما successfully بنجاح. معنى بعد كده كلمة purify purify معناها يطهر أو ينقي والاسم منها purity purity اللي هو النقاء نفسه purity النقاء والpurification اللي هو التطهير purification الأكشن بتاعت التطهير نفسه يعني purity اللي هو الستيت كون الحاجة دي نقية أصلا purity أما purification اللي هو العملية نفسها بتاعت التطهير أو التنقية. يبقى ترجمت الآية تاني surely successful is the one who has purified their soul قد أفلح من زكاها. الآية رقم 10 معنا وقد خاب من دساها ترجمت الآية هتبقى and the one who corrupts it fails and the one who corrupts it fails and the one who corrupts it fails and the one who corrupts it fails. يعتبر هنا بس عندنا كلمتين كلمة corrupt corrupt معناها يفسد corrupt يعني يفسد corruption الفساد and the one who corrupts it fails بيفشل أو يخسر بكلمة corrupt معناها يفسد وcorruption اللي هو الفساد أما fail معناها يفشل
او يخسر، والاسم منها فيلير اللي هو الخسارة او الفشل. يبقى ترجمة الآية تاني: And the one who corrupts it fails، وقد خاب من دساها. الآية اللي بعد كده: كذبت ثمود بطغواها. The people of ثمود denied the truth because of their transgression. The people of ثمود denied the truth because of their transgression. The people of ثمود denied the truth because of their transgression. The people of اللي هم قوم ثمود، اللي هم ثمود قوم سيدنا صالح، denied the truth كذبوا because of بسبب their transgression اللي هو الطغيان بتاعهم. كذبت ثمود بطغواها. كلمة people كلمة جمع، people كلمة جمع ومفردها person. people person، person يعني شخص و people يعني ناس. طبعا ممكن تقولها persons بس people people كلمة أكثر شيوعا، دايما بتعامل معاملة الجمع. وخلي بالك إن كلمة people كمان ممكن تيجي مفرد وتعامل معاملة المفرد لو كان معناها شعب، وتتجمع peoples peoples people peoples يعني شعب شعوب. ومعنى كلمة deny، قلنا deny يعني ينكر أو يكذب، كان دايما بيجي ورا ing أو اسم. deny the truth ينكر أو يكذب بالحقيقة، والاسم منها denial. denial و denial معناها الإنكار. denial يعني الإنكار. معنى كلمة the truth و the truth معناها الحقيقة، ودي جاية من كلمة true، true يعني حقيقي، وحطينا th عشان أعمل الاسم true truth true truth. يبقى كده أحيانا بحط th على الصفة أو الكلمة علشان أعمل الاسم، زي deep depth wide width. deep depth يعني عميق عمق، wide width يعني عريض عرض. يبقى true truth حقيقي، truth الحقيقة. ومعنا بعد كده كلمة because of. because of وكلمة because of معناها بسبب، وخلي بالك من التركيبة اللي بتيجي معاها. كلمة because of دايما بيجي وراها ing gerund يعني، أو النون أو الاسم. he won because he trained hard. he won because he trained hard يعني هو كسب علشان هو اتمرن كويس. خلي بالك طبعا ان كلمة because جي وراها جملة كاملة، لو انت عايز تحط because of هتحط وراها ing، فهتقول he won because of training hard. because of training hard. he won because of training hard. because of training hard. او لو عايز تحط النون هتقولها he won because of his hard training. his hard training بسبب تدريبه الشديد. يبقى انا كده because بس هيجي وراها جملة كاملة، sentence complete sentence فيها فاعل وفعل، اما because of هيجي وراها gerund او noun. معنا بعد كده كلمة transgression. transgression وtransgression معناها طغيان او زياده عن الحد في الاجرام، يتعدى حدوده يعني. ودي جايه من كلمه transgress. transgress وtransgress معناها يطغى او يتعدى الحدود يعني exceed the limit. transgression معناها تعدي الحدود او طغيان. يبقى ترجمه الايه تاني: the people of ثمود denied the truth because of their transgression. كذبت ثمود بطغواها. الايه رقم 12 معانا: إذ انبعث أشقاها. وترجمة الآية هتبقى: When the most wicked of them was roused to kill the she camel. When the most wicked of them was roused to kill the she camel. When the most wicked of them was roused to kill the she camel. When إذ عندما the most wicked of them يعني أشقاهم was roused يعني انبعث أو بعث to kill the she camel لكي يقتل الناقة. طبعا كلمة was roused ممكن أقولها was deputed أو was delegated. was deputed أو was delegated يعني إنهم بعثوه كمبعوث بالنيابة عنهم أو هو كان بيتكلم باسمهم. was roused was deputed أو was delegated كان بينوب عنهم. إذ انبعث أشقاها. when the most wicked of them was roused was deputed was delegated to kill the she camel. طبعا قلنا the most wicked، كلمة wicked معناها الشر زي ما قلنا قبل كده wickedness الشر، وكلمة wicked هنا معناها شرير، و the most wicked معناها أشرهم أشقاها الأشقى. بعد كده معانا كلمة rouse، وكلمة rouse معناها يحرك أو يثير، وجاي هنا مبنية للمجهول was roused بعثوه أو بعتوه. إذ انبعث was roused was roused. أو ممكن تبقى was delegated. was delegated و delegate معناها ينيب حد عن حد، يعني مثلا لو قلت delegation معناها وفد، يعني هم رايحين في مكان ما بالنيابة عننا. was roused أو was delegated. وكمان ممكن استخدم كلمة depute. depute و depute معناها
يبعث أو يعين. was deputed، هم عينوه أو هم قالوا له يروح يقتل الإيه؟ الناقة. to kill لكي يقتل، to kill لكي يقتل، وقلنا to اللي وراها اللي معناها لكي هيبقى وراها مصدر الفعل. to kill لكي يقتل، ده she camel اللي هي الناقة، camel يعني جمل وشي كامل معناها الناقة. بقى ترجمة الآية تاني. When the most wicked of them was roused to kill the she camel, was deputed, was delegated to kill the she camel, إذ انبعث أشقاها. أما الآية رقم 13، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وترجمة الآية تبقى And the messenger of Allah said to them, do not harm the she camel of Allah or prevent her from her drink. And the messenger of Allah said to them, do not harm the she camel of Allah or prevent her from her drink. And where the messenger of Allah, Rasulullah, said to them, قال لهم, do not harm, لا تؤذوا, the she camel of Allah, ناقة الله, or prevent her, ولا تمنعوها, from her drink, من الشرب بتاعها أو السقيا بتاعتها. كلمة messenger ودي جاية من كلمة message. message يعني رسالة و messenger يعني رسول. رسول رسول الله طبعا في السياق اللي هو الديني، او رسول انت بعته لحد يعني messenger. message messenger the messenger of Allah رسول الله. said to said to يعني قال لهم. said to قال لهم. وكلمة said التوصيف تاني بتاع كلمة say، ما تقولهاش said، هي said said say said. وطبعا في المضارع بتبقى اسمها says، say said، وفي المضارع says. said to them do not harm، don't harm يعني لا تؤذوا، don't harm لا تؤذوا، ده فعل أمر. ده she camel of Allah، قلنا دي ناقة الله. or ولا، أنا كده بعيد يعني بربط أو بعطف على نفي، فمش هقول and، هقولها or. don't do كذا or كذا، فبقول or prevent her يعني ولا كمان تمنعوها، prevent her from her drink، ولا تمنعوها من ايه؟ من السقيا بتاعتها. يبقى كلمة prevent معناها يمنع، ومعها حرف الجر from، prevent from، prevent from her drink اللي هو السقيا بتاعتها، مكان الشرب بتاعها او الشرب بتاعها. ترجمة الآية الثانية هتبقى And the messenger of Allah said to them, do not harm the she camel of Allah or prevent her from her drink. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. الآية رقم 14، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وترجمة الآية تبقى Still they defied him and slaughtered her, so their lord crushed them for their crime, leveling all to the ground. Still they defied him and slaughtered her, so their lord crushed them for their crime, leveling all to the ground. Still they defied him and slaughtered her, so their lord crushed them for their crime, leveling all to the ground. Still يعني رغم كل الكلام اللي سيدنا صالح قاله هم عملوا كده. Still معناها ولكن. They defied him. Defy يعني كان يبقى في قصادك وعمل عكس اللي انت قلته، يعني بتحداك او بكذبك. Defied him and slaughtered her. Slaughter او slaughter معناها يذبح. Slaughter يعني يذبح. وطبعا ممكن بالترجمة الحرفية لكلمة عقر اللي هو يقطع من ركبها اللي هي hamstring. hamstring يعني ممكن أقولها slaughtered أو hamstrung. hamstrung slaughter أو hamstring. slaughtered hamstrung يا إما ذبحوها أو قطعوها من ركبها. so لذلك their lord ربهم crushed them فدمدم على دمرهم، crushed them for their crime بذنبهم، leveling all to the ground يعني فسواها، سبحانه وتعالى سوى بهم الأرض، أو يكون معناها سوى بينهم العقوبة. وهيكون ترجمة بقى النقطة دي making it equal for all. making it equal for all يعني خلى العذاب متساوي على الكل. ترجمة الآية تاني still they defied him and slaughtered her أو hamstrung her, so their lord crushed them for their crime, leveling all to the ground أو making it equal for all. قلنا كلمة still معناها ما زال أو معناها ولكن، فممكن تقول I'm still working يعني أنا ما زلت أعمل. ممكن تيجي معنى ولكن زي في الجملة دي He's crazy still he's harmless، هو مجنون ولكن هو مش مؤذي.
أما كلمة ديفاي معناها يعصي أو يكذب أو يتحدى. يتحدى، يعصي، يكذب. ديفاي، ديفاي. معنى كلمة سلوتر، سلوتر أو سلادر معناها يذبح. سلوتر يعني يذبح. أما هامسترينج اللي هو بتقطع الأوتار بتاعت الركبة، هامسترينج، والماضي هامسترونج، هامسترونج، هامسترينج، هامسترونج. معنى كلمة كراش، كراش يعني يسحق أو يقضي على. كراش، كراش، كراش يعني يسحق أو يقضي على. For their crime يعني بسبب الجريمة اللي عملوها أو بسبب الذنب اللي عندهم. For their crime. Crush them for their crime. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. يمكن قلنا قبل كده أن كلمة crime يعني جريمة شبه الكلمة العربي برضو. Crime، جريمة. ومع كلمة criminal، criminal معناها مجرم. Criminal يعني مجرم. ولو قلنا criminal court معناها محكمة جنائية، وcriminal lawyer اللي هو المحامي الجنائي. criminal هنا معناها جنائي، يبقى ممكن تيجي معنى مجرم أو صفة بمعنى جنائي. level to the ground يعني يساوي بهم الأرض، زي ما قلنا level to the ground يساوي بهم الأرض. ممكن تيجي معنى make it equal for all يعني يخليهم كلهم متساويين. make it equal for all يعني يخلي العذاب متساوي للكل. equal، make it equal for all يعني يساوي بين الجميع. وترجمت الآية تاني. Still they defied him and slaughtered her and hamstrung her. So their lord crushed them for their crime, leveling all to the ground أو making it equal for all. آخر آية معنا. ولا يخاف عقباها. وفي قراءة تانية. فلا يخاف عقباها. And he has no fear of consequences. And he has no fear of consequences. And he has no fear of consequences. And يعني و he ضمير عائد على الله عز وجل. has no fear ليس لديه أي خوف، لا يخاف، of consequences من التبعات أو النتائج. ولا يخاف عقباها أو فلا يخاف عقباها على اعتبار الانتقال من الماضي للمستقبل أو المضارع اللي هو فدمدم فعل ماضي. فلا يخاف بعدها بقى ده انتقال في الأزمنة. يعني عندنا هنا كلمة have fear of. have fear of يعني لديه خوف من. have fear of طبعا عشان فيه خدنا has. and he has no fear of ليس لديه أي خوف من. وخلي بالك إن احنا بننفي الاسم بنو، يعني بقول I have no money بنفي الاسم بنو. I have no friends ليس لدي أي أصدقاء. تمام. of consequences من التبعات أو النتائج أو العقبة. يبقى ترجمت الآية تاني. and he has no fear of consequences. ترجمت السورة على بعضها. in the name of Allah the most gracious the most merciful. I swear by the sun and its broad light and its brightness and its morning shine and the moon as it follows it and the day as it unveils it as it shows it as it displays it as it reveals it and by the night as it conceals it and by the night as it covers it and by heaven and the one who built it and by the sky and the one who built it and the one he constructed it and the earth and the land and the one who spread it and by the inner self and the one who formed it well and by the soul and the one who formed it well and inspired it with discernment of its wickedness and its righteousness. Surely successful is the one who has purified their soul and the one who corrupts it fails. The people of Thamud denied the truth because of their transgression. When the most wicked of them was roused to kill the she-camel of Allah, was deputed, was delegated to kill the she-camel of Allah. And the messenger of Allah said to them, do not harm the she-camel of Allah or prevent her from her drink. Still, they defied him and hamstrung her. So the Lord crushed them for their crime, making it equal for all. And he has no fear of consequences. وبكده تكون ترجمة سورة الشمس انتهت. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واتمنى تكون فعلا جبت ورقة وقلم وكتبت كل التعبيرات اللي انا قلتها. واتمنى ان انا بعد ما اخلص حضرتك تشوف الفيديو تاني وتطلع الكلمات دي وتسجلها عندك وتجيب الكلمات من قاموس وتكتب امثلة تاني وتحاول تتمرن على كل الكلمات دي عشان تحصل على اكبر استفادة. وطبعا ما تنساش تعمل شير وكومنت ولايك على الفيديو. ولو ما كنتش اشترك لحد دلوقتي في القناة مستني ايه؟ اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.